صرت أنا قعدت برا ابن الصغير وابن ابنه. بعد قعدنا برا يوم قعدنا شوية نادت لي فوت ما رضيت تاني. قلت تعال هون أحسن القعدة هون. طلع صوت الصاروخ. سمعت أنت صوت الصاروخ؟ سمعنا صوته. أول ما يطلع له صوته. يوم طلع الصاروخ تغرف فت على الدار بدل نركض أنا ما لحقت. فجر الصاروخ بحدي. إجا جنبك برا يعني؟ تقريبا من هون وش هذا؟ فجر الصاروخ. رجلك كانت مكتورة بس إلا وريد دم كان معدية. يوم أن شلته طويته قدام في مرات ثنتين صبايا يعني. واحدة منهم دغري غميت الثنتين. من المنظر يعني. من واحدة منهم غميت والثنتين ظلني بتشلي مسياح. سعفون على مش في الميداني أنا ما تقبلوني غاد. قالوا لأبوي معاك 6 ساعات. إذا لحقت الولد لحقته ما لحقته وشابت مبت رجله يا بالصفة من الدم. جابوني على الرمثة بالرمثة استقبلوني هما ما ظلش في دم يعني شي أني بدي أحكي وش صار شيله. قالوا صار طال شفرة هيك صغيرة بلش بالرجل. وانت صاحي؟ وانا صاحي صرت أقول صار طوجي. قال يلا بنجني وخذوني على عمان غرفة العمليات. قالوا معاك خلال 10 دقايق لازم تعطوا الاختيار يا يعني بطر يا يعني شيل الولد راح ي... بعدين من اتصلت علي سعاد يوم اتصلت علي سعاد اجت لعندي بعديها صارت على رجلي بعدين قالت لي استعمد بدي ظني عاجك لحتى الطرف. بعدين العملية زبا يعني العضلة قوية قلت رجلي مع التمارين بعد مع التمارين هانديكاب وصنعوا لي طرف وركبوا لي اياه والحمد لله صرنا نمشي من فضل رب العالمين فضل سعاد وفضل أنس الحمد لله مشينا والحمد لله نشكر الهانديكاب كثير الشكر لي. مرة يوم أنا أول مرة ركبته الطرف شطت فطبول فلتت الرجل مني طارق قلت يعني ما فيش أمل لو شو ما كان بس على يعني صرت أتسجع عليها هم يعني سعاد كمان ساعدتنا عشان نرميها لهنا. هلا بتضرب تحمل وزن على هاي وترميها بهاي. يلا مستحيل صعب جرب يلا طلعة لك برجوع. طب شو شعورك لما ركبت الطرف وصرت تمشي؟ شعوري اني صرت احسن من اول رجعت انا تقريبا مثل اول. يعني رجع يوسف تبع زمان؟ يعني ولا لسه في شوي؟ لا بعد في شوي بس الحمد لله يعني الواحد لو شيء في شيء اشوى من شيء يعني احسن ما راحت ايدي بغير ساي او يعني شغله ثانيه يعني بضل شيء اشوى من شيء الحمد لله. كنا نلعب مش بالاول لو عاد سعاده لو الواحد يشوف طاقه فيه الواحد يحس بعد بره.